طيب عايز ارجع مع حضرتك لجزء حضرتك ذكرتيه وهو موضوع الديون، وانكم حريصين في الموازنه انكم ما تكونوش بتسيبوا مديونيات للاجيال اللي جايه. بالظبط يا مينا. يمكن ده من اكبر التعليقات اللي المتابع للوضع الاقتصادي يقول احنا بنقترض كتير من اماكن زي صندوق النقد وبنوك دوليه ومنح وجهات بتبقى بتدعمنا في الوقت الحالي، وده كله هيترتب علينا بديون بعد كده. فرد الحكومه ايه في هذا الموضوع وفيما يخص موضوع الديون والموازنه العامه؟ طيب عايزين برضو نرجع خطوة لورا عشان نشرك المواطن فكرة الدين يعني ايه، برضو بشرحها بطريقة بسيطة جدا. تخيلوا لو انتوا عندكم زي حوض وفيها حنفية، والحنفية دي مفتوحة طول الوقت بتنزل على الحوض ده، فالحوض عمال بيتملي. ايه اللي بيحصل لسنين طويلة؟ كنا احنا دايما بنصرف اكتر ما مواردنا بتسمح. فلو انت مصروفاتك اكتر من ايراداتك بيحصل ايه؟ حاجة اسمها عجز. صحيح. العجز ده كان هو الحنفية، طول الوقت عمالين نصرف اكتر ما احنا يعني بنستهلك اكتر كمان ما بننتج. ايه بقى الحوض اللي بينزل فيه دي؟ تراكم العجز بتاع كل سنه بقالنا سنوات طويله اتسمى الدين. فايه اللي احنا عملناه؟ عملنا استراتيجيه لوضع هذا الدين على مسار نزولي، ومش بس كده، مش بس ندفع اللي علينا، لكن كمان نسبه خدمه الدين ده من فوائد واقساط تبتدي تنزل. فعملنا الحاجتين اللي بيه، نقفل الحنفيه. فالأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات أو كمان أكثر من كده بنحقق حاجة اسمها فائض أولي. فائض أولي إن إيراداتي بتغطي مصروفاتي لكن مع استبعاد خدمة الدين. ليه؟ لأن الدين ده عبارة عن مديونية بقالها إرث ميراث تقيل من قبلينا، مش إحنا اللي استلفناه كله في الوقت بتاعنا. وفي نفس الوقت الحوض ده بقى إحنا عايزين نقلله حتة بحتة، غير إن إحنا بندفع اللي علينا، إحنا كمان بقينا لو إحنا هناخد أي أموال زي ما اتفقنا إحنا مش بنصرفها على مصروفات جارية، إحنا بنصرفها على استثمارات. فالاستثمارات دي تدر علينا العائد اللي بيه نقدر ندفع اللي علينا ونرد الاقساط ديت بشكل مستمر. ولاول مره ابتدت كمان خدمه الدين من الناتج المحلي بتاعي تقل، فده معناه ان احنا على الطريق الصحيح. المديونيه بقى دي كلها على بعضها كانت في حدود 108% من الناتج المحلي. يعني ايه؟ يعني الناتج المحلي ده زي الدخل بتاعي، لو انا مثلا في كل شهر باخد 3000 جنيه فانا مديونيتي كمان 108% من ال 3000 جنيه. دلوقتي احنا ابتدينا نحطه على مسار نزولي، والدوله الوحيده اللي قدرت تعمل ده برضو في الوقت بتاع كوفيد ان هو وصل دلوقتي لحدود 90%، فده مؤشر جيد جدا ان احنا على الطريق الصحيح. من 108 ل 90%. بالظبط كده. هل احنا خلصنا البرنامج بتاعنا؟ لا. هل احنا الاصلاحات دي كافيه؟ هل تفي بكل طموحات المصريين؟ اكيد لا. لكن على الاقل احنا واعيين جدا لمشاكلنا يا مينا. المديونيه بتاعتي زي ما انا بقول مع الوقت كمان الاجال بتاعتي لو انا بستخدمها وبتدر عليا عائد، وبالفعل اثبتت نجاح الوقت اللي فات، انا كمان الاجال بتاعتي ابتديت اطولها، بدل ما هي تبقى مديونيه قصيره الاجل بقت على مديونيه طويله الاجل، بتتنوع في مصادر التمويل بتاعتي، اصدر سندات، حاجه اسمها السندات الخضراء، ودي كمان الحقيقه كان ليها فايده كبيره لمصر انها بتدي يعني زي انظار كل المستثمرين ان احنا واعيين جدا واحنا كمان بنستثمر في المشروعات انها تكون صديقه للبيئه. وده برضو مهم جدا لان مصر ان شاء الله في نهايه هذا العام هيكون عندنا مؤتمر كبير جدا اسمه كوب 27 طبعاً. علشان البيئه. فيعني احنا واعيين لكل التحديات اللي بنواجهها، مش بنقول انه الازمه اللي احنا بنعدي بيها ديت، لكن أنا دايما عندي كده لفظ بقوله إن الأزمة عبارة عن فرصة. لكن إزاي نقدر نعدي بأقل الخسائر، نقف في ظهر كل المواطنين زي ما أشرت، وكمان نحقق النمو الحقيقي اللي تستاهله مصر لمكانتها، سواء كان على الصعيد يعني العالمي أو الإقليمي.